speak about. ان انا ننفق اقل من 10% من انتاجات النفط من موارد النفط على المشروعات الاجتماعيه fairly advanced taxation system. ولكن اننا في النرويج لدينا نظام متطور نظام ضريبي متطور. There's also a big discussion in Norway on the level of taxes. ولدينا نظاما دقيقا جدا في مسألة فرض الضرائب ومسألة توزيع الدخول. So we speak about وعندما taxes, نتحدث عن الضرائب of the budget. فإننا نتحدث عن قطاع هام في الميزانية. Related to the funds, this is what do you think of the debate that took place in Davos concerning the ما رأيكم في ما حدث في دافوس؟ Funds. عن the intention to regulate تنظيم الأموال. Activities of the sovereign wealth funds, including the Norwegian. تحدث أثيرت هذه المسألة مسألة استخدامات الموارد النفطية في المحافظة على البيئة في مؤتمر دافوس. إننا في منتهى الدقة عندما نقول للأفراد أنه يجب استثمار بعض الأموال في هذا المجال. وهذا شيء دقيق وصحيح. But except that, and we have some ethical rules. لدينا مبادئ خلقية نهتم بتنفيذها. Transparent. ولا بد أن تكون هناك الشفافية التامة في مجال الحفاظ على البيئة. That could be excluded because they don't live up to the ethical standards that we want to follow. فالشركات التي لا تهتم بالمحافظة على هذه المعايير الخلقية الدقيقة نستثنيها ونستبعدها. We of course understand that questions are being asked. أن هناك مسائل عديدة تثار. Thank you. Please allow me to take up some of the questions that I received. Some written questions. لدينا بعض الأسئلة المكتوبة. The impact of higher oil prices. ازدياد ارتفاع أسعار النفط. On the economies of the developing countries, especially net oil importing countries. الفقيرة. Can the exporting countries or the world community do to alleviate ماذا تستطيع الدول المصدرة للنفط أن تفعلها أن تفعله من أجل تخفيف الأعباء على الدول الفقيرة؟ The oil price is set in the market. إن أسعار البترول مسألة تحددها السوق. نعرف أن الأسعار عالية الآن. To put it this way, if somebody had إذا كان هناك بعض الأشخاص a few years ago that the oil price now would be close to إذا أخبرنا لو كنا أخبرنا الأشخاص منذ عدة سنوات أن سعر النفط سيرتفع إلى هذا الارتفاع الكبير لم يكن ليصدق ذلك. That if we were to have an oil price that high, the world economy would collapse. فلو كنا قلنا هذا الكلام لشخص من عشر سنوات مثلاً سيقول إن الاقتصاد العالمي سينهار. I am not to predict about the oil price. ولكن أنا لا أستطيع بالفعل أن نتوقع أو نتوقع أشياء عن المستقبل بشكل دقيق. If there is going to be a recession in the U.S., how strong it's لو حدث هناك انحسار أو انهيار اقتصادي في المملكة العربية في الولايات المتحدة. I can't really see. فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى العواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك. But again, this is not for me to say. ولكن هذه مسألة لا أستطيع أن أبت فيها بشكل دقيق. No doubt that oil price at the level that we السعر الحالي للبترول is extremely difficult for poor. صعب جدا وعالي لا تتحمل الدول الفقيرة. I used to live myself in South Asia for a few years. ولقد عشت فترة طويلة في جنوب شرق آسيا أو في جنوب آسيا وأعرف مستوى الناس هناك الفقر المدقع والشيء الذي نستطيع أن نفعله هو أن نسهم مع هذه الدول. That is why, in a case like Bangladesh and for the poorest countries, I'm a firm believer that
لا أستطيع أن أتوقع أن أتصور كيف يستطيع تحمل أسعار النفط المرتفعة ولكن يمكن أن نساهم ببعض الاستثمارات معهم لكي يطوروا اقتصادهم إن سعر البترول هو الذي يحدد السوق وهذه ليست مسألة تحددها دولة محددة Probably would add that this is one of the common features between Norway and Saudi Arabia. يمكن أن يوجه بعض الأموال إلى هذه الدول لمساعدتها على تحمل الزيادات المضطردة في أسعار النفط. Norway. I call upon Mohammed. Mohammed Al Anazi, تفضل. Mohammed Al Anazi is going to ask a question. لا نسمع. You're welcome, Saudi Arabia. I like it, excuse me, the weather in Norway, exactly. because no sun. I hope you change with Aramco, the people work in Norway, and they change the weather, they see the weather. excuse me, I have four questions, but I can't explain for you for all this. I speak in Arabic, maybe Dr. Majid will explain for you. So the first question هل النرويج تستعين في مواجهة هذه التحديات التي قلتي منها الإنتاج في البترول وتوفير القوى العاملة بخبراء من الخارج مثل أرامكو في السعودية التي لها خبرة طويلة في هذا المجال أم تكتفي بذاتها والعمال وأبنائها من الرجال والنساء The first question, the second question, هل بالنسبة لعمل النساء بالنسبة لعمل النساء في هذا المجال الشاق بالنسبة للبترول والحفريات هل لهن عمل يعني مستقل مثل يعني كالإدارة أم هناك تواجه المشاكل في عمل النساء طبعا هناك فوارق جسدية أو هناك فوارق بين In other words, هناك فوارق بين الرجال والنساء في العمل هذا الشق هل تواجهون مشاكل في عمل النساء في المجال البترول بالنسبة للمناخ قلت أن المناخ النرويج هو ممطر ومظلم دائما بالنسبة للأمطار هل تواجهون هناك مشاكل بالنسبة للحفريات خلال هذه يعني الأمطار التي مستمرة دائما؟ هل النرويج عندها طاقة نووية أو بداية في مشروع هذا المجال؟ وشكرا للجميع. So this is another question. Does Norway develop a nuclear program? You might not have heard the first question. Yeah. The first question was, do you resort to experts or the use of other resources of expertise other than Norwegians for the development of your oil and gas? Do you rely on foreign experts, in other words? Whether from the international market or